من وقت تدحي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الشهر اللي فات، الجزائر الحقيقة فيها تصاعد للتطورات، على الرغم من أنه تم الإعلان عن تحديد يوم 4 يوليو الجاري لإجراء انتخابات رئاسية، لكن الحقيقة في ضغوط حاليا بتمارس لتأجيل هذه الانتخابات لإجراء حوار يشمل جميع القوى الفاعلة في المشهد الجزائري. لكن مازال في بعض الغموض حول هل فعلا الانتخابات الرئاسية هتجري في موعدها أم ستؤجل زي ما بيتكلم البعض؟ ايه هي مطالب القوى اللي بتدعو للتغيير؟ ايه هي اعتراضاتهم على يعني الرئيس او الاوضاع الحالية في الجزائر؟ ايه هي رؤيتهم للفترة المقبلة؟ هي انه امبارح وزارة الداخلية الجزائرية اعلنت ان 74 مرشح محتمل سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن في ظل كل هذه التفاصيل بتبقى في اسئلة مهمة بتحتاج الاجابة عليها. هنلقي الضوء على المشهد الجزائري من خلال ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط والمتخصص في الشؤون العربية. مساء الخير يا فندم. كل عام وحضرتك بألف خير. يعني احنا شايفين انه الاوضاع في الجزائر على الرغم من الاعلان عن موعد للانتخابات الرئاسيه، لكن ما زال حتى الان في اصوات رافضه في الشارع الجزائري، في حراك شعبي ما في الميادين، وفي مطالبات بتاجيل الانتخابات، ويبدو انه في بعض الاخبار يعني بتقول انه بالفعل في اتجاه او في ميل لتاجيل الانتخابات. ايه رايه حضرتك بشكل عام لتطورات الاوضاع اللي بتحصل في الجزائر وتفسيرك ليها؟ الحقيقة المشهد الجزائري بعد عبد العزيز بوتفليقة شديد التعقيد، وهناك أزمات انعكست على رؤية الشارع كمواطنين ورؤية القوى السياسية كمشاركة في الحراك بشكل عام. عبد العزيز بوتفليقة كان له الفضل في إنقاذ الجزائر من العشرية الدموية والخروج به إلى منطقة نور، كان يأمل الجزائريون أن تكون بالفعل فتحت خير على الجزائر للاستفادة من ثرواتها، وأن يكون الجزائر على محك مشروع تنموي كبير جدا. ولكن مضت السنون، 20 عام تقريبا مضاها بوتفليقة ولم يتغير شيء. رأى الكثيرون أن عبد العزيز بوتفليقة لم يكن يحكم، وإنما هناك آخرون كانوا يحكمون من خلف ستار، سواء القوى العسكرية المتحكمة في الوضع الجزائري، سواء الأعوان القريبين ومنهم شقيقه المعروض الآن للمحاكمة. لذلك هناك شكوك كبيرة جدا في الوضع السياسي العام بشكل كبير، وعدم ثقة بين الشارع الجزائري سواء شعب عادي أو قوة سياسية في من يديرون مرحلة ما بعد عبد العزيز بوتفليقة، لأنهم يرون أنهم جزء من نظام عبد العزيز بوتفليقة، وأنه الحبل على الجرار لن يتغير شيء وسوف تستمر الأمور. فلماذا إذن قمنا بهذا الحراك؟ وكيف أطحنا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونستمر على نفس المنوال ونفس الخط؟ طيب، في بعض الفرق تنادي بالرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وفي يعني بعض الجزائريين يرون انه بالفعل الانتخابات في شهر يوليو 4 يوليو المقبل يعني تاخذ البلاد الى الاستقرار، ويكون في رئيس جديد وبالتالي ينفذ مشروعه. لكن ما زال في اصوات في الشارع الجزائري بتطالب بتاجيل الانتخابات، او هي بترى انه الوضع في الجزائر ليس جاهز والاشخاص المرشحين للانتخابات الرئاسيه لم يعني ليسوا معروفين او مقبولين، ليس لديهم القاعده الشعبيه، الشارع ليس جاهز لهذه الخطوه. حضرتك شايف ايه اسباب كل طرف فيهم لتاخير او عدم تاخير الانتخابات؟ وشايف الامور الفتره الجايه هتذهب الى تاجيلها أو الإبقاء عنها؟ حقيقة مسألة الانتخابات مسألة في غاية الخطورة في ظل التاريخ شديد السوء لدى الشعب الجزائري. كلنا يعرف أن العشرية الدموية بدأت عندما فازت جبهة الإنقاذ بأغلبية، واضطر الجيش إلى إلغاء الانتخابات، وجرت أحداث حقيقة يعني يندى لها جبين الإنسانية. أكثر من 200 ألف قتلوا، رعب، دمار في الاقتصاد، دمار في كل مناحي الحياة في الجزائر. يخشى مع عدم وجود شخصية كاريزمية على وزن عبد العزيز بوتفليقة رغم حالته الصحية السيئة، أو على وزن شخص يحظى بدعم من الجيش، أن يخرج
شخص تدعمه قوة متطرفة ربما تكون حركة مجتمع السلم وهي الحركة الأبرز في التيار الإسلامي، أحد الداعمين لشخصية ربما لا تكون معروفة ولكن تحرك الشارع باتجاهه، متخذة مخاوف كبيرة جدا مما يسمى النفس الجديد العلماني الذي تدعمه فرنسا، ومخاوف من أن نعود إلى حكم الجيش أو العسكر كما يقولون، لذلك يخشى أن تقفز شخصية هلامية على السطح وتحتل واجهة المشهد ويكون الجيش أمام خيارين، إما أن يلغي الانتخابات وندخل تدخل الجزائر في مأساة أخرى، أو أن يستمر وينحو الجزائر منحى جديد أيضا لن يقل سوداوية عن ما مضى. لذلك يخشى الكثيرون أن الساحة غير مهيئة بسبب عدم وجود شخصية كاريزمية قيادية يمكن أن يلتف حولها الجمهور، وقيل أنه لا يوجد يعني قوة لفرض إجراءات لوجستية تضمن حيادية الانتخابات ونزاهتها. هذا هو الفريق الذي يقول بتأجيل الانتخابات. الفريق الآخر يرى أن حالة السيولة التي يعيش فيها الشارع الجزائري وحالة التجاذبات بين القوى السياسية الفاعلة على المشهد سواء التيار الإسلامي أو التيار الوطني كما يطلق عليه أو التيار العلماني، هناك هذه الحالة من السيولة والتجاذبات لن تفيد الشارع الجزائري ولن تضيف جديدا لوضع الجزائر، لذلك يجب الخروج برئيس يلتف حوله الشعب الجزائري ويستكمل مؤسسات الدولة، ولهذا ينادون بأن تكون الانتخابات في موعدها 4 يوليو القادم. أي الفريقين سوف يكسب؟ هذا ما يعني ننتظره خلال قدرة كل فريق على الإمساك بالشارع وفرض رأيه، وأيضا خيار الجيش. في النهاية الجيش هو القوة الأكبر التي تحمي الجزائر والقوة الوحيدة التي تحظى بالثقة حتى من جانب الإسلاميين، وإن كانوا يرون أن في شخصية رئيس أركان الجزائري هو المحرك الأساسي للشارع الجزائري، ووجود شخص بعينه في منصب رئيس الأركان هو انعكاس لمن سوف يأتي رئيس الجمهورية الجزائرية. أتصور أن يعني يستطيع الجيش الجزائري والقوة الوطنية الجزائرية فرض خيار الاستقرار وأن تجرى الانتخابات حتى لا يكونوا في مأزق دستوري. المفروض أن تجرى الانتخابات بعد مرحلة انتقالية لا تتجاوز 90 يوم، فعندما لا يكون هناك مخرج من هذه المرحلة سوف يقع الجزائريون في يعني أمر حقيقة ينحو إلى عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية. لذلك أتصور أن خيار إجراء الانتخابات سوف يفوز في النهاية، وإن كان يعني موعد 4 يوليو على المحك، ولكن لن يتجاوزوا المرحلة. يعني طبعا لأنه قريب، والشارع الجزائري في حالة ثورة دائمة وفران دائمة، وأنت تعلمين ولنا تجربة سابقة أن وجود سيولة في الشارع بهذا الشكل ووجود مندسين ووجود عناصر لا تريد أصلا استقرار الجزائر أيا كان توجهها، هذا بالتأكيد يمنع السلطة الحاكمة أن تضع أسس لعملية ديمقراطية سليمة. بالتأكيد أمام حتى ناهيك عن ذلك، هناك رفض كبير جدا لما يسمى بالباءات الأربعة، الأربع شخصيات الذين يكون في اسمهم حرف الباء. أولهم للنقطة دي أستاذ محمود، لأن هي يبدو أنها كمان نقطة هتكون مهمة. لكن لو تسمح لي هنروح معنا على التليفون من باريس الدكتور خطر أبو دياب الباحث في شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. دكتور خطر مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك، خليني أعرف يعني رؤية حضرتك وتوقعاتك بخصوص مسألة تأجيل أو عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، ويعني من وجهة نظرك أيهما أفضل، التأجيل أم الإبقاء عليها في موعدها؟ التأجيل أولا لك ولفريق العمل المطورين. طيب واضح ان في مشكله تقنيه في المداخله الهاتفيه مع دكتور خطار، هنحاول نتواصل معاه مره تانية. عايز ارجع بقى لحضرتك استاذ محمود، وخلينا ننتقل بيك لنقطه تانية. عدد من القوى السياسيه وعلى راسها جبهه القوى الاشتراكيه اعلنت ان هي هتقاطع الانتخابات الرئاسيه، لماذا اتخذت موقف من هذا النوع؟ يعني جبهه القوى الاشتراكيه ترى انه ان الانتخابات سوف يتم
يعني تغييرها لصالح جهة بعينها، وأنها لن تحظى بالنزاهة المطلوبة لإنتاج رئيس يعني يحقق آمال الجزائريين، خاصة الذين خرجوا في هذا الحراك الثوري. لذلك رأت أن كثرة المرشحين وعدم وجود شخصية بارزة يصطف خلفها الكثير من القوى الوطنية والشارع الجزائري هو أمر يعني لا يبشر بخير في مسألة الانتخابات. علاوة على كما يعني ربما تكوني قد قطعتيني في إكمال الرؤية، البقات الأربعة رغم استقالة الطيب بلعيز وهو يعني الاسم الأول الذي يطالب به الحراك الثوري أن يرحل، لأنهم يرونه ممتداد لمرحلة بوتفليقة وهم رجال بوتفليقة، الطيب بلعيز والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة المؤقتة الذي عينه أيضا بوتفليقة ومعاذ بوشارب، هؤلاء هم البقات الأربعة الذين يرى الحراك الثوري الجزائري أنهم يديرون مرحلة انتقالية سوف تنتج مرحلة شبيهة بمرحلة عبد العزيز بوتفليقة. طيب، أنا هقف عند المرحلة الانتقالية دي وهرجع أكلم حضرتك على القوى الثورية المختلفة وإدارتها لهذه المرحلة، لكن رجال الاتصال مرة تانية بدكتور خطار أبو دياب البحث في شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. دكتور خطار مساء الخير وأهلا بحضرتك. اهلا بكم، حياك الله. اهلا وسهلا بك. يعني كنت اتحدث معك عن مساله اجراء الانتخابات في موعدها او تاجيلها وفقا ل يعني مطالب ورغبات البعض، يعني في اي اتجاه تسير الامور ومن وجهه نظرك دكتور خطار ايهما افضل؟ يعني مساله التفضيل الشخصي في هذا الموضوع ليس لها ذاك التاثير الكبير، لكن من الناحيه العمليه ومن الناحيه التقنيه من يبدو صعبا أن تتم الانتخابات وفق الموعد الأساسي في يوليو المقبل، على يعني على الأرجح أن يتم التأجيل إلى نوفمبر، ونعلم أن نوفمبر مثلا هو عيد مهم للثورة الجزائرية أو لآخر العام على أقصى تحديد. أعتقد أنه في النهاية المشكلة الآن هي الآتية: الجيش لا يزال متمسكا متشبثا بالدستور، الشارع والمشكلة أيضا أن هذا الشارع أو الحراك في الشارع ليس عنده قيادة، يتمسك بعدم إجراء الانتخابات ويتمسك أيضا برحيل كل السلطة. يعني هناك نوع من عدم القدرة على المواءمة أو على إيجاد مخرج يجمع ما بين ديمومة الدولة الجزائرية وبدء التغيير التدريجي، كأن هناك حوار طرشان بعض المرات. حتى الآن تم مرور الأمور بخير، لكنني أعتقد أننا في غرفة عناية فائقة، بعد شهر رمضان الكريم سنرى بشكل أفضل، ولكن أميل للاعتقاد أنه في النهاية من يوجد داخل، لأن الجيش الجزائري غير الجيش في دول أخرى وفيه مجموعة من الجنرالات. أعتقد أن الجنرال قائد صالح رئيس هيئة الأركان والذي كان في مرحلة بوتفليقة أساسيا يعني حصل انقسام داخل هذه المجموعة، ليس هو كل شيء، هو واجهة، ولذلك أعتقد أن هذا الفريق من الجنرالات هو الذي سيقرر في اللحظة المناسبة تركيب هيئة انتقالية مؤقتة لإيصال البلاد إلى انتخابات إذا أرادوا تحاشي الصدام مع الشارع، اللهم إلا إذا أرادت بعض القوى الراديكالية من الشارع إيصال الأمور أيضا إلى الأسوأ. طيب، ظهرت بعض المطالبات في الفترة الأخيرة من بعض القوى الثورية بتشكيل مجلس رئاسي، بالإضافة إلى المطالبة بعقد جلسة حوار موسعة بين القوى المدنية أو القوى الثورية يعني أيا كان المسمى مع القيادة العامة للقوات المسلحة. إيه تقييمك للخطوتين دول يا فندم؟ هنا سؤال كبير. حتى الآن كما قلت هناك مأزق، لأن الجيش يتمسك بتطبيق الدستور أي بالانتخابات بموعدها، أو على الأقل إذا أزاح الانتخابات بعض الشيء مع الاستمرار بنفس الأسماء لإدارة الانتخابات. الشارع يتمسك بتأجيل موعد الانتخابات، وكما قلتم بمجلس رئاسي أو بهيئة انتقالية وبتغيير كامل للسلطة. هنا المشكلة الكبرى إيجاد المخرج، بدل ذلك يقوم الجيش الآن
بمحاكمة مرحلة بوتفليقة بحبس بعض الرموز، وهناك خشية من أن يكون انقسام معين داخل الأجهزة الأمنية الجزائرية. هذا هو برأيي الخطر الأكبر، إذا كان هناك البعض من هم داخل الأجهزة الأمنية أو من كانوا سابقا على رأسها، إذا قام هؤلاء بتحريض الشارع على الجيش، عند ذلك يمكن أيضا أن يكون السيناريو الأسوأ أمامنا. طيب أنا بشكر حضرتك جزيلا دكتور خطر أبو دياب أستاذ الشؤون الدولية بجامعة باريس، وأرجع لك دكتور محمود. ويعني حضرتك كلمت عن فكرة القوى الثورية وإدارة المرحلة الانتقالية، المرحلة اللي احنا موجودين فيها حاليا، ودايما المراحل الانتقالية بتكون شديدة الخطورة لأنها بتحدد معالم المرحلة التالية. يعني ممكن يرى البعض أنه في إصرار مستمر لعدد من التيار أن هي تخرج على الدستور في تعامل المحدد ورؤيته المحددة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية، من وجهة نظرك لماذا؟ حقيقة أي حراك ثوري تندس فيه بعض القوة التي تستغل حالة السيولة في الشارع وتحاول فرض وجهة نظر للأسف تدميرية في معظم الأحوال. يعني مسألة الإصرار على أن لا يكون هناك شخص من الإدارة السابقة في واجهة المشهد، وما يكون مطلب وجيه، ولكن ما هو البديل؟ حالة عن عبد القادر بن صالح رئيس عبد القادر، الباقيات الأربعة هم يرفضون ما هو طيب بالعزة، استقال الراجل وكان هذا أول المطالب. مسألة قيام الجيش والسلطة الموجودة حاليا بمحاكمة رؤوس كبيرة جدا على رأسها شقيق بوتفليقة الذي كان هو الحاكم الفعلي أو أحد الحكام الفعليين للجزائر، وأيضا تعرض أويحيى وهو رئيس وزراء سابق وابنه، ورموز كثيرة جدا كانت تتولى مناصب قيادية، النائب العام ومدير المخابرات، هذا الرجل الذي استمر 25 عاما مدير المخابرات أن يقال إلى المحاكمة، ومسؤولون في الهيئات الاقتصادية مثل سوناتراك وغيرها. أنت تتحدثين عن ثورة حقيقية، ولكن هناك دائما في الشارع من يرفع سقف المطالب إلى درجة غير مقبولة، ربما حتى يقلب الطاولة تماما وحتى تصور فوضى. ولكن أنا أؤكد لك أن الجيش الجزائري هذه المرة قد وعد درس جيدا من العشرية الدموية السوداء، وأنه لن يسمح بتكرارها مرة أخرى. ولهم في جيشنا العظيم قدوة وتجربة، أننا لن نسمح بانهيار الدولة. هناك مطالب ربما تكون مشروعة، وهناك مطالب ربما تكون وجيهة، ولكن لا يمكن أن تتجاوز حدود الصلاحيات الدستورية، ولا يمكن أن تتجاوز حدود استقرار البلد، ولا يمكن أن تتجاوز مرحلة حتى المرحلة التي تعيش بها الجزائر حاليا، وهي مرحلة غير مستقرة، ولكن في النهاية لا توجد فيها صراعات دموية مرعبة كما جرى قبل ذلك. تصور أن السيناريو القادم سوف يكون يعني ضاغطا من الجيش، ويكون موائما، يعني يحاول أن يكون هناك حالة من الموائمة بين مطالب القوى الثورية في الشارع، ودائما القوى الثورية مطالبها ذات سقف مفتوح، لأن هناك جهات خارجية تتدخل لها مصالح لا تريد إلا أن تفرض تلك المصالح، وهناك دول لها مصالح في الجزائر تريد أن تنحي منحة بعيد تماما ربما عن مصلحة الشعب الجزائري نفسه، لأن كما تعلمين الجزائر دولة فيها مطامع كثيرة جدا، لأنها دولة غنية بتروليا، ودولة غنية بالثروات، ودولة حقيقة كانت بتعتبرها مثلا دولة زي فرنسا أنها يعني ميدان أو حديقة خلفية لها، ولا تريد أن تخرج الجزائر عن هذا التوصيف. والدليل على ذلك الضغوط الكثيرة التي تمارسها شخصيات فرنسية كبيرة، وزراء سابقون ومسؤولون سابقون، للإفراج مثلا عن بوحنون اللي هي رئيسة حزب العمال. هذه ربما تعطينا إشارات واضحة أن هناك تدخلات تريد أن تنفض الشارع الجزائري، وأن تقلب الحراك الثوري إلى حراك مدمر. ولكن أنا أتصور، وهذه وبالمناسبة على فكرة الرئيس عبد القادر بن صالح في خطابه
مع بداية أو قبل قبيل شهر رمضان الكريم كان تحدث عن أطراف خارجية لها مصالح وتريد وتحرك نعم. ويعني تقوم بيعني تقليب الشارع الجزائري وما شابه في الكلام اللي حضرتك بتقوله. طيب خلينا نتكلم بقى في مسألة المجلس الرئاسي أو طرح فكرة المجلس الرئاسي. لماذا تصر بعض القوى الثورية في الشارع أنه يكون في مجلس رئاسي لإدارة الفترة الانتقالية وعدم الذهاب إلى أو بديلا عن الذهاب إلى انتخابات رئاسية مباشرة؟ سببين. السبب الأول هو عدم مقبولية لمن يدير المرحلة الانتقالية وعلى رأسهم الرئيس المؤقت. الأمر الثاني أنه لا توجد شخصية تحظى بقبول الشارع الجزائري عندما تنجح في الانتخابات يلتف حولها الشارع ويراها بديلا جيدا لمرحلة تاريخية. يعني عبد العزيز بوتفليقة اتفقنا أو اختلفنا عليه، الرجل جزء من مرحلة تاريخية جزائرية ممتدة من حركة التحرير الجزائرية حتى الآن. الرجل يعني له تاريخ مهما كانت عليه بعض التحفظات في ممارساته السياسية. لا توجد شخصية على وزن حتى الأمين زروال الذي يعني أدار مرحلة برضو خطيرة من مراحل الجزائر، ولا يوجد شخصية تحظى بتلك الكاريزما التي تقول للجزائريين أنني البديل المحترم الذي سوف يأخذ بالجزائر إلى حكم مدني له، ودولة ذات مؤسسات ودولة ذات ثروات تدار بشكل بعيد عن الفساد. لا توجد هذه الشخصية، لذلك يطرحون المجلس الرئاسي كمخرج لأن تكون هناك مشاركة. لأن المجلس الرئاسي يعني أنك سوف تضمين كل التيارات بما فيها التيار الإسلامي الذي يتنمر دائما ويتربص دائما بحالة المجتمعات العربية حتى يقفز على واجهة المشهد أيا كانت النتيجة. 46 تنظيم نقابي وجمعوي كما يسمون، يعني تنظيمات لجمعيات ومؤسسات وطنية أو أهلية في الجزائر، دعوا إلى إقامة حوار مع ممثلي هيئة الأركان للجيش الجزائري، يتم فيه وضع يعني تفاصيل كيفية إدارة المشهد، الاتفاق على إدارة الأزمة الحالية. بحال حضرتك شايف انه هذا الحوار الجمعي يمكن ان يتم ويكون في مخرج للازمه الحاليه؟ هو ضروره حقيقه. يعني انا اتصور ان الجزائر في وضعها الحالي لا يمكن ابدا ان تخرج من تلك الحاله شبه الفوضويه التي ربما تطرح مخاوف شديده جدا بوجود ما يسوء داخل المجتمع العراقي داخل المجتمع الجزائري الا الحوار، وان يكون الجيش الطرف الرئيسي في هذا الحوار، والضامن لهذا الحوار هو ضمانة حقيقية ووحيدة حتى يكون هذا الحوار له نتائج يمكن فرضها على الشارع وفي النهاية تراعي مصلحة الدولة الجزائرية. أنا الحقيقة بشكر حضرتك جزيلا أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون العربية على هذه الرؤية الشاملة والمدققة لتطورات الأمور وتفاصيل المشهد الجزائري اللي بالتأكيد هنكون في متابعة مستمرة له أولا بأول يعني في الفترة المقبلة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، كل عام وأنت بألف خير. وأنتم بخير. شكرا لحضرتك، بشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى اللقاء.